مساء الخير يا عبد اللطيف بيه. شفت الدنيا صغيره ازاي؟ مين ده؟ ده كابتن حسام المصري. بتاع ايه؟ بتاع الوصب الطويل. اللي انت عملت العمليه لابوه يا رجل البر والتقوى. بعت لي شويه صيع عشان يستفردوا بيا ويضربوني. طب انا بقى هعلمك ايه هو الوصب الطويل. يا نهار اسود، يا نهار اسود، العودة. يلا يلا يا اخويا يلا يلا. اسمعني انا بقى ليه خرجوني؟ انا لا يمكن اخرج واسيب زمايلي جوه، احنا دخلنا مع بعض ولازم نخرج مع بعض. ايه يا ابني؟ انا بقى لي ساعه جوه القسم بقول مرافعه عشان اطلعها. يلا ما تهمل. معلش انا جيبي حقك عليا، انا كريم اخويا اصلا متحمس قوي وبيكره اسرائيل كره العمى. انت عندك كام سنه يا كريم؟ 21 سنه. ولحقت تكرهها امتى؟ انت لا حضرت نكسه ولا حرب ولا سلام، انت جيت بعد كده. انا مولود كده يا ناجي بيه، بعد اذنك. خد يا كريم، يا كريم استنى يا ابني. انت موقفك ايه؟ لا انا عمري لا مشيت في مظاهره ولا شلت يفط وزعقت. طب يلا احسن، العيال زمان مش هطبوا على الاكل، نلحق لنا اي حاجه. يلا اتفضل يا نجيب. معرفش يا باشا، فجأة ترابيزتين نزلوا في بعض ضرب وصريخ وطاخ وتيخ والأجانب بقى يجروا ويصوتوا. كان في ثلاث شباب مؤدبين كده، منهم واحد طويل وبعضل كده، تعرفش راحوا فين؟ هم تبعك؟ لا 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 ولا أعرفهم، أنا بس بسأل يعني. جه البوليس خدهم قدام الاسم. اسم إيه؟ اسم الهرم. ناجي عطا الله، عميد سابق بالجيش وملحق سابق بالخارجية. في إيه تاني يا ناجي بيه؟ اتفضل. هما الولاد دول عملوا ايه بالظبط؟ دول عيال صيع وهيترموا في الحجز عشان يتعرضوا على النيابه الصبح. دول شباب متحمس، دول اطفال دول. اللي بيحصل ده ان دل على شيء انما يدل على مناخ الحريه والديمقراطيه اللي بتعيشها الامه في ازهى عصورها، وعلى احتواء الشرطه للجيل الجديد بصوره حانيه وديعه زي الام بالظبط ما بتحط ولادها تحت جناحاتها. اسمع يا دي، انت وهو انا مش جاي من اخر الدنيا عشان اقعد اعلف فيكم وادور المكم لقسام البوليس. احنا خدامينك يا باشا، ولعلمك بقى بعد اذن معاليك انا عرفت حضرتك عاوزنا في ايه. في ايه يا عبقري زمانك؟ حضرتك عاوز تفتح شركه سياحه، انا مسكها بحكم اللغات اللي عندي، وتامر يقطع المهندس زاهر، والمهندس تامر يقطع التذاكر. مهندس تامر مين؟ انت اسمك ايه؟ زاهر. وزاهر يقطع التذاكر عشان الكمبيوتر اللي قرفنا بيه ده، وتهامي وحسام يقفوا امن على الباب، صح يا باشا؟ طب اتليه؟ يا اخوانا الحكايه مش فزور. الباشا قال لي عاوزنا في ايه بس هو ناسي. الباشا ناوي يفتح هيلث كلاب وجيم مع بعض، وجايبني عشان امسكه له، انما جايبكم ليه بصراحه انا مش عارف. جيم ايه وهيلث كلاب ايه؟ الباشا هيفتح شركة كمبيوتر على أعلى مستوى، علشان كده جابني، صح يا باشا؟ بس يا ضايع أنت وهو. الباشا هيفتح شركة استيراد وتصدير. برافو عليك يا حسام، أنت الوحيد اللي بتفهم فيهم. ربنا يخليك يا باشا. طب هنصدر إيه ونستورد إيه يا باشا؟ إحنا هنستورد بس، مش هنصدر حاجة. يبقى أكيد يا باشا ناوي تستورد أجهزة رياضية، دي شغالة دلوقتي زي النار. لا إحنا مش هنستورد بضاعة. أمال هنستورد إيه سعادتك؟ احنا هنستورد فلوس، هنجيبها من بره مصر لجوه مصر. احنا هنسرق بنك. ايه؟ هنسرق بنك. طب والبنك ده فين سعادتك؟ في اسرائيل. فين؟ في اسرائيل. انت بتتكلم جد يا باشا؟ فواو اللي وقع ده. زاهر قوم يا زاهر. يا ابني ما تفوق يا ابني، ايه يا باشا اللي انت جايبه معانا ده؟ ده شكله كده جاي غلط مع المكتب. بقولي والنبي يا باشا، اعفينا انا من المهمه دي والنبي. يا باشا انا هبقى عبء عليكم، انا اصلا بتجيني حاله عصبيه وبقع كده ومبقاش دريان بنفسي. لازم تعرفوا ان كل واحد فيكم له دور محدد في العمليه.
محدش غيره يقدر يعمله. احنا زي فريق الكوره بتاع المنتخب، كل واحد له مهمه لازم يعملها. انا جاهز يا باشا. وانت مريم؟ خدامك ابو تريك. وانت زاهر؟ ممكن اسال سؤال يا باشا؟ اسال. والنبي يا نجيبي ما تزهق مني، انا طول عمري في حالي وقافل عليا باب بيتي وكافي خير شري، اقوم يوم ما اشطحنطح اسرق بنك وكمان في اسرائيل؟ اسمع يا زاهر، لازم تعرف ان انا عارف كويس جدا انا بعمل ايه. انا ما اقدرش اطلب منكم حاجه محدش يقدر يعملها. عندك تهامي مثلا طول بعرض وعضلات، انما مخه بعافيه شويه يدوب يمشيه. يعني انا مثلا ما اقدرش اطلب من تهامي انه ينزل لي برنامج معقد على الكمبيوتر ويفك شفره ويتحكم في الليزر سيستم. بصوا له كده حمار. انما لما واحد زي حضرتك عبقري يقدر يعمل ده بمنتهى السهوله، مش كده؟ ناجي باشا يقصد ان هو حاطط الرجل المناسب في المكان المناسب. طب معلش سؤال يا باشا، هي العمليه دي فيها نسوان؟ اشمعنى؟ امال يعني حضرتك جايبني ليه؟ كل واحد هيعرف انا جايبه ليه في الوقت المناسب. طب والنبي يا باشا، العمليه دي فيها اي خطوره على اي حد فينا؟ لا مفيش خطوره خالص، احنا هناخد تاكس ننزل قدام البنك نضرب باب البنك برجلينا ونروح على الخزنه نفتح الخزنه بطفاشه واخدين الفلوس وتنينا راجعين. حلو كده؟ والخطه ايه يا باشا؟ هتعرفوا الخطه لما العدد يكتمل. هو لسه في ناس تانية يا باشا؟ ما احنا حلوين كده، على الاقل اللقمه ما تتقسمش 60 حته، ده بركتها تروح. انت قد ما حسستني زي ما اكون عامل جمعيه وعايز تقبضها الاول. مين معانا تاني يا باشا؟ يلا يا بلدة! كان عبد الجليل يا حاج جايه! الهرم مني هتخلفه يا حرم خربه! مالك يا؟ يا رب تاكل على الله! يا حرام يا لهوي يا لهوي! الراجل هيذبح الواه! اجري يا واد يا مجدي! اسمع كلام امك يا! بدل ما نقرش اسمي على قفا امك! يلا يا! هو ده يا باشا؟ هو ده مش يسرق بنك، ده هيقلبنا احنا.